هل هو شيخ ولا دجال؟ في الايام الاخيره انتشر ترند كبير كلنا عارفين حوالين شيخ صلاح الدين التيجاني بالظبط كده، وده بعد ما بنت اسمها خديجه نزلت بوست بتتهمه بالتحرش. لكن الترند انتشر اكتر بعد ما ناس كبيره ومثقفه زي الكاتب عمر طاهر والكاتب عبد الرحيم كمال، اللي اخر اعماله كان مسلسل حشاشين، دخلوا في الكومنتات على بوست عنده على صفحته وشكروا فيه وشكروه وقالوا عليه كمان صاحب الكرامه. خديجه مين خديجه؟ خديجه دي بنت اتهمت الشيخ صلاح الدين التيجاني انه بعت لها صورة اباحية على الشات سنة 2019، وكان وقتها عندها 21 سنة. وبسبب الصورة دي عاشت خديجة في حالة صدمة كبيرة، وبعدها قال لها ان الصورة اتبعتت بالغلط، واخد الموضوع بهزار، واكتر من مرة حاول انه يتحرش بيها عن طريق انه يلمس جسمها. وقالت كمان انه كان بيحاول يجوزها لابنه، وان هي قعدت حوالي 7 سنين بتتعالج من الصدمة اللي عاشت فيها بسبب الشخص ده، ولحد اللحظة دي مش قادرة تتجاوز اللي عمله معاها، حياتها اتدمرت تماما. الموضوع كبر اكتر واكتر لما امها نفسها نفت الاتهام وقالت ان الوضع اللي هي فيه صعب جدا عليها وفوق طاقه اي حد، ان هي بتعتبر اللي حصل زي محاكمه علنيه وبتكتب شهادتها علشان توضح الصوره كامله من غير تحيز لخديجه. خديجه كان ليها علاقه قويه بالشيخ صلاح اللي كان دايما بيهون عليها بسبب مشاكلها مع والدها الدكتور خالد اللي كان قاسي عليها جدا وعلى اخواتها، وهي كانت بتحب الشيخ وبتعتبره زي ابوها ودايما كانت تشتكيله. ففي سنة 2015 والد خديجة طلب من الشيخ انه يوافق على جواز بنتهم من ابنه، وده سبب لخديجة مشاكل نفسية كبيرة. وبعد فترة خديجة بقت مقتنعة ان الطرق الصوفية خرافات وخرجت تماما من هذا الموضوع، والموضوع اتعقد اكتر لما خديجة اتهمت الشيخ بالتحرش. لكن الام بتقول انهم كانوا دايما معاه وشايفين كل حاجة وان الشيخ ما عملش اي حاجة غلط، وحتى موقف الصورة المشينة خديجة اتكلمت عنها بعد فترة طويلة مع انها استمرت في التواصل مع الشيخ بعدها بشكل طبيعي وعادي. الام مش بتتهم حد، هي بتحاول تحكي الحقيقه من غير تحيز وبتطلب من الناس يدعوا لهم. لكن الاخ دخل بعد كده واكد على كلام اخته خديجه، وده خلى الناس كلها في حاله ارتباك. العجيب ورغم الترند ده كله في ناس كتير ما تعرفش مين هو الشيخ صلاح الدين التيجاني اصلا، رغم انه ليه شعبيه كبيره جدا وسط الفنانين والادباء ورجال الاعمال وكمان رجال في مؤسسات حكوميه وقضائيه. طب مين هو الشيخ صلاح؟ الشيخ صلاح اتولد في حي السيده زينب بوسط القاهرة يوم الخميس 12 يونيو سنة 1958. من صغره وهو بيتباهى بنسبه الشريف اللي بيرجع للإمام الحسن بن علي رضي الله عنهما، نشأ الشيخ صلاح الدين التيجاني في بيت علم ودين. أبوه كان من علماء الأزهر وحافظ للقرآن وكمل مسيرة والده في طلب العلم ودرس 11 مذهب فقهي، وده ما كانش عادي أبدا لأن أغلب الفقهاء بيكتفوا بالأربع مذاهب المعروفة عند أهل السنة والجماعة. الشيخ صلاح اتعلم على إيد كبار العلماء في بلاد مختلفة، زي انه درس المذهب المالكي في الحجاز على ايد الفقيه محمد بن ابراهيم المبارك، والمذهب الشافعي في الشام على ايد الشيخ عبد السلام النابلسي، وحتى مذهب الامام ابو حنيفة درسه في المدينة المنورة على ايد الشيخ احمد بن محمد الدلهوي، ورجع لمدينة الاحساء علشان يتعلم المذهب الحنبلي من الشيخ ابو بكر الحنبلي. مشوار طويل ومليان سفر وطلب للعلم من مصادر متنوعة. وفي سنة 2000 حصلت ازمة كبيرة لما الشيخ صلاح حاول يعمل انقلاب على شيخ الطريقة التيجانية، والنتيجة كانت انه تم فصله منها تماما، لكن ما وقفش وقرر انه يأسس طريقته الخاصة اللي سماها الصلاحية التيجانية الجديدة، رغم ان مشيخة الطرق الصوفية رفضت انها تعترف بالطريقة دي. وبرغم الرفض الشيخ قدر انه يجذب مريدين كتير جدا حواليه. اللي كان بيميز الشيخ صلاح الدين مش بس انه فقيه متمكن، لا ده كمان قارئ متقن للقراءات العشر. الشيخ صلاح اخذ اجازة القراءات الكبرى من الشيخ احمد بن عبد العزيز الزيات، وبعدها من الشيخ محمد بن اسماعيل الهمداني اللي كان شيخ القراء في الازهر. وكان كل ده مش كفايه، الشيخ كمان عنده اسانيد كتير في الحديث والفقه والتفسير والقراءات، وده ظهر بشكل واضح في كتابه بلغ الاماني في اسانيد الشريف صلاح الدين التيجاني. ومن اشهر كتبه برضه التنزلات الالهيه اللي لاقى اقبال كبير جدا مش بس من المتصوفه والمريدين، لكن كمان من الادباء والمفكرين زي عمر طاهر ونصر عبد الرحمن وعبد الرحيم كمال. ومع الوقت بقى الشيخ صلاح الدين التيجاني واحد من الرموز الروحية اللي بتجمع حواليها عدد كبير من الناس، وزادت شهرته كمان بسبب ارتباطه بعدد كبير من رجال الأعمال والكتاب والمشاهير بشكل عام، سواء في الوسط الفني أو الوسط الإعلامي، زي مثلا فيفي عبده، سمية الخشاب، وأحمد سعد اللي ارتبطوا بالزاوية التيجانية في مبابة، وتقال إن الروحانيات اللي كانت بينهم هي السبب في زواج أحمد سعد وسمية الخشاب، وكمان كان صديق لفنانين تانيين زي علاء مرسي ونشوى مصطفى وحجاج عبد العظيم. الطريقة
التجانية في مصر مش مجرد زاوية صوفية، لا دي كمان بقت مكان بيتجمع فيه الناس علشان ياخدوا ما يسمى بالعهد ويلاقوا الروحانيات اللي بتساعدهم يتواصلوا مع الله، برغم ان في كتير من البدع والشرك بالله كمان وتحولت لمقام اشبه بمقام السيد البدوي والمرسى ابو العباس والامام الشافعي وغيرهم من الاضرحة المنتشرة في مصر، والمريدين بيعتبروه هو المرشد الروحي اللي بيقدم في الرحلة الروحية دي. لكن اللي بيخلي شخصية الشيخ صلاح مثيرة للجدل هو انه نجح في جذب عدد كبير جدا من الناس. طب يا ترى ايه هو السبب الحقيقي ورا كل ده؟ وان الشيخ صلاح لسه على قيد الحياة وظهر في وقت الصوفية فيه كانت بتواجه تحديات كبيرة، خصوصا من الجماعات اللي بتهاجم التصوف وبتشوف انه هو خروج عن الاسلام الصحيح. بس اللي بيميزه هو انه مش مجرد شيخ زاوية، لا ده كمان شخص جذب حواليه فنانين وكتاب ورجال دولة زي ما قلنا وحتى الشباب. واللي بيخلي الموضوع مثير للاهتمام اكتر هو الطريقة التجانية نفسها. ليه؟ الطريقة دي ازاي قدرت ان هي تجذب كل الفئات المختلفة دي؟ في امبابة الزاوية التجانية الكبيرة بتستقبل الاف المريدين، وبيقولوا ان المكان بيسود فيه نوع من السلام النفسي والروحاني اللي مش بيلاقوه في حياتهم اليومية، ويمكن علشان الصوفية هي منهج وسطي للحب والتسامح والزهد، لكن بطريقة غريبة شوية عن المعتاد. الشيخ كان بيأكد دايما ان التصوف الحقيقي بيبعد الناس عن التشدد وعن الكراهية، ومن اشهر كلامه ان التصوف الاسلامي هو منهج الوسطية والمحبة والاخلاق، وده يمكن يكون سبب من الاسباب اللي بتخلي ناس كتير تشوف ان التصوف مع الشيخ صلاح الدين التجاني هو الطريق الانسب للتقرب من الله من غير تشدد. وفي ظل التحديات اللي بتواجه المجتمع دلوقتي شايف ان دوره مش بس نشر تعاليم الطريقة التجانية، لكن كمان انقاذ الشباب من التطرف الفكري والتشدد، ودايما بيحاول ينشر افكار بتساعد على تهدئة النفس والابتعاد عن الغلط. في النهاية شخصية الشيخ صلاح الدين التجاني هتفضل محط انظار للكل، سواء اللي شايفينه مرشد روحي بيساعدهم يقربوا من ربنا، او اللي شايفينه مجرد نصاب ودجال بيحاول يفرض افكاره عن طريق الشخصيات العامة اللي يعرفهم. يا ترى انتم شايفينه ازاي؟ هل شيخ ولا دجال؟ انا شخصيا شايف ان مفيش ابدا وسيط بيني وبين ربنا. انتم شايفين ايه؟